مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مع زيارة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى بغداد تأخذ العلاقات العراقية القطرية بعدا آخر، عماده الشراكة الاقتصادية استراتيجية التي تستند إلى معطيات عديدة، أبرزها تقدم العراق في تنفيذ مشروع طريق التنمية والتحول إلى استثمار الغاز العراقي، والذي يتمتع باستقرار سياسي غير مسبوق، بات يشكل حلقة وصل دبلوماسية فاعلة بين بلدان الشرق الأوسط، مستغلا بذلك سياسة الحياد من الصراعات السابقة التي عصفت بالمنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، سنكون وإياكم على مدار ساعة كاملة في تغطية خاصة لزيارة سمو أمير دولة قطر إلى العراق، فمرحبا بكم. في زيارة تاريخية هي الأهم من نوعها منذ تولي رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني رئاسة الحكومة، يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني العراق في حدث يعكس التزام قطر بتعزيز العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. هذه زيارة مهمة جدا، وهي تعتبر ربما من الزيارات النموذجية، إذا ما عرفنا بأن قليل ما تكون زيارات لأمير قطر إلى هذه الدول، ولكن بما أن العراق بدأ يظهر بمظهر ربما يلفت أنظار الجميع وبدأ يأخذ الحجم الطبيعي له، أصبحت الزيارات متوقعة من هذه الدول الكبيرة. الاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة، فضلا عن الحديث عن طريق التنمية، أبرز الملفات التي ستناقش في هذه الزيارة، فضلا عن العديد من الملفات الأخرى مثل النفط والغاز والبنية التحتية، كما تقدم قطر الدعم الإنساني والإغاثي للعراق في مجالات الصحة والتعليم وإعادة الإعمار. قطر تريد أن تعطي للدول أوروبا غاز، وأعتقد هذا الغاز سيمر من خلال الأراضي العراقية، وأيضا بنفس الوقت ملفات الاستثمار، ملفات السياسية، ملفات عودة العلاقات بين السعودية وإيران، كل هذه المحاور سيتم التطرق إليها. وأعتقد اليوم قطر تريد الاستثمار من الدول التي يتم الاستثمار، تبحث عن استثمار في طريق التنمية. زيارة ستفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية العراقية القطرية بأهداف تلبي طموح الشعبين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائية. إذن معنا مشاهدينا الكرام مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم، مرحبا بك علي. علي، ضعنا في المشهد مع قرب وصول أمير دولة قطر، ما الأنباء التي تتحدث الأصداء، أصداء السياسية في الشارع، الأصداء الشعبية، انعكاسات ذلك على الزيارة؟ علي تفضل. نعم، أهلا بك عبد الرحمن. هي زيارة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة تاريخية إلى بغداد التي تزينت بالأعلام القطرية والعراقية، يعني ستكون هناك لقاءات مع الرئاسات الثلاث ومباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، اتفاق على تفعيل عمل اللجنة العراقية القطرية المشتركة وعقد دورتها المقبلة مطلع العام الجاري. تسعى دولة قطر من خلال هذه الزيارة للمساهمة في قصة النجاح التي يشهدها العراق عبر مشاركة الشركات القطرية في الاستثمارات، وخاصة في قطاع الغاز، وهي شريكة في عقد توتال بحسب ما أعلنته قطر للطاقة بشكل رسمي في نيسان الماضي، بأنها شريك في مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق. فضلا عن الاستثمارات في مجالات الطاقة، تعول الشركات القطرية على الفرص الكبيرة التي ولدها الاستقرار الذي يشهده العراق وما يوفره من مشاريع اقتصادية وتنموية تنعكس بشكل إيجابي على حجم الصادرات من الدوحة إلى العراق. يعني هذا أبرز ما أفاد به خبراء اقتصاديون قطريون. أيضا يعني رحمن، من المرتقب عقد مؤتمر صحفي مشترك لسمو أمير دولة قطر مع السيد رئيس الوزراء بعد الساعة 7 مساء لهذا اليوم، ومن المتوقع أن يصل أمير دولة قطر إلى بغداد بين 4 و5 عصرا خلال هذا اليوم. كل الأمور اليوم اللوجستية أيضا في العاصمة بغداد، الأمنية هنا في بغداد بانتظار وصول أمير دولة قطر إلى بغداد في هذه الزيارة التاريخية.
نعم علي، شكرا جزيلا إليك، أبقى معنا. ينضم إلينا أيضا الآن مشاهدينا الكرام رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الأستاذ عدنان السراج، وكذلك أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان الدكتور مهند الجنابي، وسينضم أيضا إلينا لاحقا رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات الدكتور محمد العقيلي. أبدأ مع جنابك دكتور عدنان السراج، أين تكمن هذه الزيارة في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد تجاذبات إقليمية وحتى عالمية؟ دكتور عدنان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. نعم، بالنسبة للقطر، العراق يعتبر قطر من الدول ذات الثقل الخليجي، ويعتبر قطر قريبة إلى السياسات العراقية، وهي داعمة للعراق في كل مواقفه السياسية وأيضا في مسائل الاقتصادية والطاقة وغيرها. وقد حضرت قطر ودعمت قطر في العديد من الفعاليات، لعل حضور نفس أمير قطر الشيخ تميم إلى بغداد قبل هذه الزيارة لحضور مؤتمر بغداد 2، وكان له دور مهم أيضا، ومساهمة قطر في مشروع التنمية وطريق التنمية الذي عقد في بغداد، وكان الوفد القطري يتمتع بإمكانية قطر ودعم قطر لهذا المشروع، ووعدوا بدراسته والمساهمة فيه، إضافة لذلك تسهيل خروج العراق من العقوبات التي فرضتها الأولمبيات أو الكروية على العراق، وكان داعما للعراق في إقامة خليجي 25. فإذا قطر تتمتع بموقع مهم بالنسبة لعلاقاتها بالعراق. العراق ينظر إلى قطر دولة ذات ثقل خليجي وذات بعد سياسي واقتصادي، وأيضا ينسق معها على مستوى ترطيب العلاقات في المنطقة. قطر لديها دور كبير في تقريب وجهات النظر، سواء كانت بين الدول العربية والخليجية وإيران أو تركيا أو بقية الدول. فإذا زيارة تميم إلى بغداد تأخذ أبعاد مختلفة وأبعاد ذات نطاق واسع في رسم السياسة الاستراتيجية في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة. كما تعلم المنطقة تشهد تغيرات نحو الإيجابية، نحو التعامل التكامل، نحو مسألة الخليجي الذي بدأ ينضج بشكل واضح في تعاونه السياسي والأمني. فلذلك أعتقد اليوم إذا قارنا هذه الزيارة بالزيارات الأخرى، أجدها تعتبر الزيارة المهمة الرئيسية بالنسبة لقطر والعراق، لأنه تنسيق العلاقات بين هاتين الدولتين سيدفع المنطقة نحو الاستقرار، نحو الأمن، نحو توفير الطاقة، استغلال الطاقة، في نفس الوقت استغلال الاستثمارات، توجيه هذه الاستثمارات، التوجه السياسي الاقتصادي. بالتأكيد الطرفين سيستفيد من هذه الزيارة، ومن هنا تكتسب هذه الأهمية هذه الزيارة القصوى. وبشكل عام المجتمع العراقي وخصوصا الرأي العام العراقي يكون إلى أمير قطر وخصوصا الشيخ تميم يكون له الاحترام الكامل لمواقفه الواضحة والصريحة، وبالتالي أجد مثل هكذا زيارة تلقى قبولا جماهيريا أيضا، وأيضا ذات صدى إعلامي واسع وصدى سياسي تكرسه نتائج هذه الزيارة، ويكرسه الاتفاقات التي معد أن تبرم كمذكرات تفاهم أو اتفاقيات، خصوصا أن اللجنة القطرية قد اجتمعت قبل كورونا وتأجل اجتماعها بسبب جائحة كورونا، قد تعاد مرة ثانية سنة 24 لتشكل إنجازاتها حدثا كبيرا لصالح العراق وقطر. أنتقل دعني إلى الدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات. دكتور محمد أرحب بك مرة أخرى. مثل ما تفضل دكتور عدنان السراج، فعلا ربما سنشهد اجتماع مقبل سنة 2024 للجنة العلاقات المشتركة ما بين قطر والعراق، عماده التعاون الاقتصادي، لكنه لا يخلو بالتأكيد من علاقات سياسية مشتركة. قبل قليل سأل دكتور عدنان السراج، الآن نحن نمر ب يعني تجاذبات تجري حاليا على الساحة الإقليمية وعلى الساحة العالمية، كيف يمكن أن تساهم قطر في منع التجاذبات أو تقريب وجهات النظر ما بين العراق ودول أخرى إقليميا وعالميا برأيك؟ هل يمكن أن تساهم في ذلك؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية لك وإلى الضيوف الأكارم وإلى جمهور قناتكم الموقرة. أعتقد العمل يعني التراكمي ما بين البلدان نتيجته نتائج مثمرة، والعمل ما بين العراق وقطر تاريخيا هناك أسس رصينة ومرتكزات حقيقية قد تختلف
عن العلاقات ما بين العراق وباقي البلدان الخليجية. العلاقة ما بين العراق وقطر لها خصوصية في وتتجلى هذه الخصوصية في بعض المواقف، في بعض المسارات التي انتهجت من قبل العراق وقطر. يعني مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللاعب الأساسي في المنطقة، باعتقادي موقف العراق وموقف قطر حيال الجمهورية الإسلامية بصورة عامة لمواقفها ولموقعها وللتجاذبات كان متوازنا، حتى في قضية البرنامج النووي كان هناك يعني تقارب في وجهات النظر ما بين العراق وقطر حيال البرنامج النووي الإيراني وعلاقتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب على اليمن كان هناك يعني تقارب في هذا المجال إلى حد كبير، وحتى الحصار على قطر كانت هناك يعني عام 2017 موقف من العراق قد ميز عن باقي المواقف بأن العراق فتح أجواءه وموانئه أمام يعني قطر، في حين قطر كانت تحت الحصار ورفض العراق الحصار وقرب وجهات النظر ما بين المنظومة الخليجية وما بين قطر. بالتالي أثمرت هذه المواقف عن هناك لجان مشتركة عام 2018، وحتى الاتفاق على نقل البضائع من قبل الدول المحيطة بالعراق عبر الموانئ العراقية إلى قطر، وحتى من بين تركيا وقطر عبر العراق. فهذه اتفاقيات استراتيجية لابد لهذه اللجان أو هذه اللجنة أن تنعقد باستمرار. نعم هناك توقف دام يعني لسنوات منذ كورونا ولحد الآن، لكن لا أعتقد الإطار العام والاتفاقات والنقاشات والحديث عن هذه اللجنة يعني قد انقطع أبدا، لكن كلجنة باعتقادي يعني برأيي هذه الزيارة سوف تسرع من عمل هذه اللجان. زيارة أمير دولة قطر هي ليست زيارة شكلية وفقط مجرد استكمال اجتماعات سابقة، هي تتم لزيادة في حجم العلاقات العراقية مع محيطه الإقليمي، كما كانت هنالك تتم لزيارات مع الإماراتيين ومع الأردنيين ومع حتى السعوديين. هنالك تكثيف للتعاون هذه المرة مع المحيط الخليجي الذي عزف عنه العراق، تذكر ذلك سابقا صحيح؟ يعني أتفق معك في جزء ولربما الأجزاء الأخرى يعني لي فيها رأي معين. هذه الزيارة فيها عدة جوانب، وأولا تنطلق من الأرث والعلاقة التاريخية ما بين البلدين، وتنطلق من توحيد أو المواقف الموحدة ما بين البلدين أزاء الأحداث والتجاذبات الإقليمية والدولية. ثالثا في الجانب الاقتصادي والاستثماري، هناك اتفاق مبدئي من خلال مذكرات التفاهم التي وقعت عام 2018 ومن ثم تجديدها باللجنة التنسيقية المشتركة التي فعلت في الاتفاق الثاني في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي. هذه كلها منطلقات واتفاق. أمر آخر، السيد يعني الأمير تميم بن حمد نظرته إلى العراق قد تختلف عن ما سبق من يعني النظرة السابقة، لأن العراق كان مر بتحديات خصوصا بعد عام 2003 ومخاطر وفرص. يعني حتى عام 2017 عندما انتصر العراق على داعش بالنص، قال الأمير تميم بن حمد، قال نبارك إلى العرب بهذا الانتصار، وهو الانتصار إلى كل العرب وفرحة دائمة إلى العراقيين. هذا أول موقف من أول رئيس عربي ينطق بهذا الكلام حيال الانتصار على داعش عام 2017. بعدها بهذه الزيارة يعني من الممكن أنه استشراف إلى المستقبل، ما شكل المنطقة بعد خفض التصعيد وخفض التجاذبات الموجودة في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن ولبنان والعراق والتقارب السعودي الإيراني. هذه كلها لربما رؤية أخرى بين قطر والعراق سوف تناقش في هذه الزيارة. أمر آخر، انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية من الجانب في الجانب الاقتصادي والجانب الدبلوماسي والسياسي، قطعا هذه المنطقة حيوية وقطباها يعني أبرز الأقطاب فيها هم العراق وقطر. حتى يعني تتجنب المنطقة التأثيرات والانعكاسات السلبية نتيجة هذه الحرب،
والاقتصاديا كي تكون يعني العناصر المشتركة ما بين البلدان حتى تتغلب على المختلفات. فهذه الزيارة سوف تطرح فيها هكذا عنوانات من شأنها أولا تعزيز العلاقة، ثانيا فتح آفاق جديدة بالعلاقة ما بين الطرفين، ثالثا تعزيز دور العراق المحوري والتنموي في المنطقة في ذات الوقت. الأمر الآخر، الجميع يدرك ومنها قطر بأن موقع العراق الاستراتيجي هو يحتل التسلسل 16 في العالم ويحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي قطر لربما تريد حجز مقعد أولي في أن العراق سوف يأخذ بزمام الأمور أو مفاصل الاقتصاد في المنطقة، لأن العراق هو ممر إلى خطوط الطاقة ومنتج للطاقة، بالتالي قد العراق في المستقبل القريب يعني يتلاعب في أسعار الطاقة أو تكون لديه خصوصا يعني وأن لدى العراق في أسعار الطاقة، وأن لدى العراق نية في زيادة حجمه من الإنتاج إلى قرابة 8 برميل يوميا بحلول 2027، هي خطة أيضا استراتيجية يعني ممكن تنفيذها وربما تنظر إليها دولة قطر بجدية. سأستكمل معك الحديث في هذه النقطة، لكن يعني هذا الشق سأستكمل مع جنابك أيضا لو سمحت لي. هذا الشق تفضل. هذا شق. الشق الثاني أنه الغاز يعني قطر متميزة ولديها إنتاج يعني يفوق باقي البلدان. العراق في الجولة الخامسة من التراخيص والسادسة المزمع يعني عقدها هي تتركز حول الغاز، فبالتالي المشترك المقبل اقتصاديا بين العراق وقطر في الطاقة في مجال الطاقة هو الغاز الذي سوف ينتج. إن لم تكن مشاريع يعني الاستفادة من الغاز المصاحب مشاريع قطرية أيضا مشاركة لها في ذلك. على كل حال، في زيارة تاريخية تقريبا يصل سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد في ثاني زيارة له بعد مشاركته في قمة بغداد بأب 2021 سابقا، وهي الأولى والأهم التي يشهدها العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني منصبه في تشرين الأول منذ العام الماضي. تكتسب زيارة أمير دولة قطر إلى بغداد أهمية كبيرة على مستوى توقيت الزيارة وكذلك على مستوى الملفات التي سوف تبحث وسط ترحيب سياسي وشعبي واسع، نظرا لما تتمتع به العلاقات بين الشعبين الشقيقين من روابط أخوة وقرابة وعمق تاريخي. وقدمت قطر خلال السنوات الماضية دعما كبيرا للعراق على مستويات عدة سيما السياسي منها، خاصة عبر دعواتها لمختلف الأطراف للحوار وإلى التهدئة. تعد دولة قطر أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين للعراق، يأمل العراق مساهمة الشركات القطرية في العديد من المشاريع الكبيرة مثل قطاع النفط، قطاع الغاز والبنية التحتية، كما تقدم قطر الدعم الإنساني والإغاثي للعراق في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم جهود إعادة إعمار المدن المحررة من خلال منح ومساعدات مباشرة. هذا ويطمح العراق بالحصول على تأييد قطري في مشروع طريق التنمية بين البصرة والأراضي التركية والذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا، وتثمن الحكومة العراقية الدور القطري في دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمعنية بتحول العراق لدولة الترانزيت ما بين الشرق والغرب. لا يخفى على أحد أيضا ما قدمته قطر من دعم لإنجاح بطولة خليجي 25 بعد تنازل الدوحة عن استضافة البطولة لصالح البصرة، ودعواتها ومواقفها الداعمة لكسر الحظر المفروض على الملاعب العراقية. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان الدكتور مهند الجنابي. مرحبا بحضرتك دكتور مهند. دكتور، على ما يبدو زيارة قطر لها عامل تهدئة في المنطقة التي تشهد غليان والتي يقع العراق في قلبها، برأيك كيف يمكن أن تساهم قطر في ذلك؟
السلام عليكم استاذ عبد الرحمن. وعليكم السلام. حياك الله للاخ دكتور محمد والساده المشاهدين. اعتقد انه ما تفضلت به حضرتك هو ربما يعتبر ركيزه اساسيه في ركائز زياره للشيخ تميم الى بغداد. العراق منذ حوالي عامين ونصف وهو يستعيد دوره الخارجي على صعيد السياسه الخارجيه العراقيه انطلاقا من المساعي الحميده في تهدئة الصراعات وفي مد جسور الثقة أولا قبل جسور العلاقات، ولاحظنا ذلك أو تجسد ذلك في تطور العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران في الفترة الأخيرة. بالتالي أنا أعتقد بأنه مسارات الحكومة العراقية بالإضافة إلى مسارات التنمية والاقتصاد على صعيد السياسة الخارجية هي في ذات الوقت تستكمل ما يعني نشطت فيه الحكومة السابقة من سياسات مساعي حميدة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا تزال المنطقة هي تشهد يعني بقايا الأزمات وبقايا الصراعات التي إن استمرت أو إن بقيت على ما هي عليه سيعود التهديد وستعود حالة عدم الاستقرار. بالتالي هذا الدور السياسي الخارجي أعتقد بأنه يعزز الاستقرار الإقليمي. وفي ذات الوقت إذا ركزنا على هذه الزيارة من الواضح والمعلوم جيدا أنه هذه الزيارة هي بدعوة من السيد رئيس الوزراء إلى أمير دولة قطر. بالتالي من الممكن قراءة الأبعاد السياسية لهذه الزيارة فيما يتعلق بدور قطر المحوري وما كانت تنشط فيه قطر. هي طبعا رائدة في مجال المساعي الحميدة وفي مجال السياسات التهدئة في قضايا مركزية وقضايا مهمة على مستوى المنطقة خلال العقدين الماضيين، يعني قبل الأزمات، قبل أن تشهد المنطقة تزايدا في الصراعات وفي الأزمات. إذن أنا أعتقد بأنه نقطة مهمة جدا أيضا هي تعتبر من أولويات السياسة الخارجية العراقية، وهي ما خرجت به قمة جدة فيما يتعلق بعودة سوريا إلى المحيط العربي. بالتالي نتصور بأنه قد يكون هذا الملف إحدى الأمور التي تدرج على جدول أعمال الزيارة والنقاش ما بين القيادة العراقية والقيادة القطرية. إذن كل هذه الأمور وهذه الزيارات هي تعزز من الدور الخارجي للعراق، وفي ذات الوقت تسمح لصانع القرار العراقي استثمار قدرات الدول المؤثرة والدول الفاعلة في مجالات مختلفة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا في تعزيز مصالحها وتعزيز حالة التشبيك في المصالح الاقتصادية العراقية. العراق أيضا إضافة إلى مسارات السياسة الخارجية التي انتهجها بدأت تقترب بوصلة السياسة الخارجية مع المصلحة الوطنية العراقية، وهنا أتحدث عن السياسة الخارجية ولا أتحدث عن السياسة الداخلية. من الواضح جدا أنه لا يزال العراق بحاجة إلى طريق شاق وطويل لإحداث إصلاح حقيقي على مستوى الداخل، لكن هذا لا يعني بأن نترك السياسة الخارجية. هي تعزز عامل الاستقرار في الداخل الذي ينعكس على الداخل. المصلحة الوطنية العراقية بدأت يعني تسير بخط متوازي مع السلوك السياسي الخارجي العراقي. كل هذه المسائل وهذه القضايا نعتقد بأنها جهود دبلوماسية تصب في تعزيز الاستقرار الداخلي، والذي من خلاله ننتقل إلى تعزيز استقرار إقليمي. كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية لعودة العراق إلى أداء دور الفاعل وأداء دور يعني الدور المركزي في القضايا المركزية على مستوى المنطقة، ليس فقط على مستوى المحيط العربي بل كجوار إقليمي. هذه القضايا هي قضايا مهمة. أعتقد بأنه هذه الزيارة هي تصب في استكمال المسارات السابقة وأيضا في التأسيس لمسارات مستقبلية. طيب دكتور، يعني بالحديث عن تبادل المنفعة، تعرف جنابك السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية ما بين الدول يعني ترتكز على تبادل المنفعة. ما الذي يمكن أن تقدمه قطر للعراق وما الذي يمكن أن يقدمه العراق لقطر؟ نحن نسمع عن حجم التبادل التجاري، نحن نسمع عن واردات قطرية، لكن على صعيد العراق ما الذي يمكن أن تفعله؟ مثلا هل يمكن أن تساعد قطر في استكشافات حقول نفطية، خصوصا نحن نتحدث الآن الكلام قوي حول يعني الغاز المصاحب، هل يمكن أن تساهم مثلا قطر بتجربتها بقضايا الغاز والاستثمار في الغاز؟ هل يمكن أن تساعد العراق في ذلك؟
بكل تأكيد هذا الأمر يعني واحدة من أولويات السياسة الخارجية العراقية وعمل صانع القرار. قطر رائدة في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك احتياطي ربما هو الأول عالميا، بالتالي أنا أعتقد بأنه ما تمتلكه قطر من إمكانيات وموارد هائلة على مستوى الغاز الطبيعي من الممكن أن يستثمر عراقيا. الحكومة الحالية يعني شددت فيما يتعلق مسارات التنمية ومسارات تعويض حاجة العراق الخارجية إلى الربط مع الشبكة العربية أولا على مستوى الطاقة الكهربائية وأيضا فيما يتعلق بالاستثمارات. هذه الاستثمارات نحن نمتلك استثمار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وهو استثمار وقع في عام 2021 كان يفترض أن يعوض جزء من حاجة العراق إلى الغاز الذي يستورد من إيران. هذه يعني هذا الاستثمار حتى الآن ربما هو متلكئ بفعل إجراءات بيروقراطية أو بعض الإجراءات السياسية أو تأثيرات السياسية، لكن عندما نتحدث عن استثمار للغاز الطبيعي بكل تأكيد العراق يحتاج إلى خبرات خارجية وإلى مساعدة خارجية في هذا المجال. وأنا أعتقد بأنه البعد الاستراتيجي لقضايا التعاون في مجال الطاقة من الممكن أن يؤثر في إحداث مصلحة مشتركة ما بين البلدين. لدينا على مستوى أوبك، إذا تحدثنا أستاذ محمد أستاذ عبد الرحمن عفوا، على مستوى أوبك تنسيق السياسات بين الدول المنتجة للنفط هو عامل مهم جدا في استقرار أسعار النفط عالميا وأيضا في تحقيق المكاسب والمنفعة القصوى من هذا التعاون في مجالات غير نفطية. إذا نتحدث عن الغاز الطبيعي وقطاع الغاز، سوق الغاز واعد في العراق على مستوى المحافظات الوسطى والجنوبية وعلى محافظة الأنبار وحتى في إقليم كردستان، هذا السوق واعد من الممكن أن يعوض الحاجة الداخلية فضلا عن التصدير إلى الخارج. كل هذه هذه نقطة مهمة دكتور مهند، وإلى دعني بالضبط دعني أنقلها أيضا إلى أستاذ عدنان السراج. أستاذ عدنان، هل يمكن أن تكون قطر داعمة لتوجهات العراق الاقتصادية؟ لنأخذ مثلا على ذلك، لو قرر العراق كما يعني كما يأمل في سنة 2027 أن يزيد من حجم إنتاجه من النفط إلى 8 برميل يوميا عبر أوبك، هل يمكن أن تدعم قطر قرار العراق في أوبك بزيادة الإنتاج من 3.5 إلى 8 ملايين برميل؟ بالتأكيد. شوف، احنا الآن نتجه نحو استقرار المنطقة، كلما تستقر المنطقة سياسيا كلما تزداد الصفقات والعلاقات والاتفاقيات النفطية والطاقة وغيرها. وبالتالي التكامل بين هذه الدول يحتاج إلى مد أنابيب وخطوط وقدرات للتعاون. يعني اليوم عندما نتكلم عن قطر يجب أن نتكلم عن كيفية مد خطوط الغاز ومد خطوط أنابيب النفط والتبادل البحري والتبادل التجاري والجوي وغيرها. هذه الأمور تحقق يعني تدريجيا، يعني هذه الزيارة تعتبر نقلة جديدة لفتح هذه الآفاق وتطوير سحب وجذب المستثمرين القطريين إلى العراق، ومشاركة قطر في جولة التراخيص السادسة التي تتعلق بقضية الغاز والمصاحب وغيرها من الأمور. هذه لو قارناها بشكل عام، قطر منذ بداية يعني الوضع السياسي الذي عاشتها والذي هو قريب جدا إلى الوضع العراقي، تجد أن هناك نوع من عمليات التجاذب السياسي بين الطرفين في مسائل ما مرت به المنطقة من أزمات، وبالتالي هم لديهم هم مشترك، لديهم إمكانية مشتركة للانطلاق نحو عملية تكامل عربي إسلامي إقليمي في المنطقة. أنا أعتقد هم في درجة واضحة حسب ما سمعت من كواليس رئيس الوزراء أن الملف السياسي سيأخذ بعدا مهما لأهمية هذا الملف بين الطرفين، لأنه هم يعتقدون جازمين كلا الطرفين العراقي والقطري بأن استقرار المنطقة هو جزء من الاستقرار الاقتصادي، جزء من التطور الاستثماري، جزء من تطوير القدرات. احنا نتكلم عن منطقة الخليج، والعراق بالذات يتمتع بقدرات يعني نفطية هائلة، يعني يمتلك قدرات من الغاز بشكل هائل، ويستطيع تستطيع هاتان الدولتان أن تنظم كارتل أو تنظم مجموعة كما يحصل في كل دول العالم من أجل أن يكون لديها الصوت العالي في مسائل
مسائل تتعلق بتصدير النفط وتصدير الغاز، كما يحصل اليوم في قطع الغاز الروسي، أحدث هزة عالمية يعني أثر بشكل كامل على السياسات في المنطقة. فأنا أتصور كلا الطرفين يملك هذه الرؤية ويملك هذا البعد الاستراتيجي. هذا العمل، الإرادة موجودة، القدرات موجودة، الإمكانيات موجودة، الآن الفرصة سانحة، لأنه استقرار المنطقة والتغيرات التي حصلت في المنطقة دفعت كل المنطقة إلى أن تعمل يعني متساوية في هذه المسألة الرئيسية، وخصوصا قضية الغاز والنفط، والتي تشهد حالة من التقلبات التي قيل بأن هناك الطاقة البديلة، وقيل أن هناك الإنتاج الأوسع، وقيل هناك صناعة الوفرة. هذه الأمور بالتأكيد يدركها، وخاصة اللجنة الاقتصادية التي اجتمعت مؤخرا أدركت بأن العالم يتجه نحو كارتلات، وعلى العراق وقطر أن يذهبوا بهذا التوجه. اليوم الزيارة ستأخذ هذا المنحنى. المنحنى الأول هو تسهيل العلاقات بين الطرفين. أعتقد ستوقع مذكرة تفاهم أو ستوقع اتفاقية بتسهيل دخول الحاملين جوازات الدبلوماسية وأيضا الخدمة والعمل ورجال الأعمال والمستثمرين إلى قطر، والعكس صحيح. أيضا سيكون هناك عمليات فسح مجال لقطر للمساهمة بجملة، يعني هاي جولة التراخيص السادسة والتي ستكون مهمة جدا بالنسبة للعراق، إضافة إلى مشروع الطاقة ومدخل أنابيب الطاقة ودعم ميناء الفاو وطريق التنمية. فإذا هذه النهضة، هذه نهضة ليست سهلة، هذه يحتاج لها إلى قوة إرادة وإمكانيات كبيرة، وقطر عازمة، عازمة بفعل، لأنه هي الأوقات التي كانت قطر تشهد حالة من الانعزال الخليجي كان العراق هو المفتاح لها، وكان العراق هو الطريق الرئيسي لها. وبالتالي اليوم عندما تفتح هذا الطريق وتوسعه بشكل كامل ليشمل المنطقة بما فيها السعودية والإمارات وبقية المناطق، بالتأكيد هذه المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشهد منطقة الخليج صدقني ازدهارا اقتصاديا ينعكس بشكل كامل، والعراق سيكون هذا المحور الرئيسي. هذا إذا ما كانت هناك كبيرة نية لإنضاج التجربة في العراق وتهدئة الأجواء السياسية. وهذا السؤال أيضا أنقله إلى دكتور محمد العقيلي. دكتور محمد، هل تتوقع الأجواء السياسية مناسبة؟ هل نحن نعيش حالة تهدئة؟ أنت تعرف جنابك، لكي تكون هنالك استثمارات في أي بلد من البلدان يجب أن يتمتع بلدك ببيئة آمنة، ويجب أن يتمتع بهدوء سياسي ونوع ما من الاستقرار الاقتصادي. هذا كله موجود برأيك في العراق لكي تتشجع قطر وغير قطر أكثر للتعاون الاستثماري مع العراق؟ يعني سؤال محوري داخلي وطني عراقي، هو الجواب له هو الآن يعني بدأت الاستقرارات متعددة الجوانب والاتجاهات، هناك استقرار سياسي واستقرار أمني وكذلك استقرار اقتصادي، ولربما هذا الاستقرار داخل العراق هو ساهم إلى حد كبير بالاستقرار أو خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة بصورة عامة. الدول المحيطة بالعراق والمجاورة للعراق أعتقد هي لديها مجسات حقيقية تذهب باتجاه بأن العراق مهيئ الآن إلى توطيد العلاقات السياسية معه. ثانيا، العراق يمكن له أن يلعب دور أكبر مما لعبه بالفترة القصيرة الماضية. ثالثا، الدول التي عجزت أن تلعب دور مثل دور العراق الآن هي تريد أن تدعم العراق إلى هكذا دور، وتشجع العراق على لعب هكذا أدوار محورية وسطية صلحية ما بين الأطراف في المنطقة. الأمر الآخر، الأطراف السياسية في العراق كانت يعني تذهب بشكل مباشر إلى المحركات الإقليمية، وهذا الاستقرار السياسي الذي نشهده اليوم قلت هذه الحالة إلى حد كبير، لا أقول انقطعت بل قلت الآن صارت بنسب كبيرة ومتقدمة. القوى الإقليمية هي التي تأتي للعراق لكي تبحث عن مصالحها، يعني الوضع تغير، هذا شيء جيد. تمام، تغير تماما، وهذا مبشر يعني بالخير، وينذر بأن هناك يعني المجسات التي أو الهواجس التي كانت يعني تخشاها الدول الآن على العكس تماما، أي قوة الدولة، قوة الحكومة، المؤسسات في الدولة العراقية بدأت تأخذ مكان
المساحات التي كانت تشغلها الأحزاب للمكونات السياسية. بالتالي سطوة الحكومة وسيطرة الحكومة والدولة بمؤسساتها القضائية التشريعية التنفيذية هي بدأت الآن هي الفاعلة الأكثر في يعني أخذت زمام المبادئة والمبادرة بأن العراق لابد أن يكون له الدور المؤثر المقبل، هذا جانب. والعراق إذا حدثت هزات رخترية سياسية أو أمنية في المنطقة، العراق وضعه يعني محصن إلى درجة كبيرة من خلال البيانات والمعلومات وقواعد البيانات. بالتالي هو قطر بنفس الآن هي تريد بالضبط. وهنا شيء محير أيضا دكتور محمد، خليني أسأل بي دكتور مهند. نعم. دكتور مهند، يعني العراق له علاقات جيدة تربطه بالسعودية، وله علاقات جيدة تربطه حتى بسوريا وبإيران وحتى بالكويت حتى وبتركيا، لكن الوضع العراقي في الداخل هو غير جيد. هذا الذي لا يدعو دول الجوار ودول أخرى للاستثمار في العراق. أما حان الوقت برأيك، خصوصا وأنت تلاحظ دعوة رئيس الوزراء وأمل في أن يكون العراق بيئة يعني جاذبة جدا للاستثمار، وهذا ما قاله بعد أن قرت الموازنة، أسألك أيضا نفس السؤال، أما حان الوقت لكي يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار؟ يعني لا، لم يحن الوقت الآن أستاذ عبد الرحمن، يعني نحن متأخرين جدا. من المفترض أنه منذ العقد الأول بعد التغيير أن تتحول الأحداث في الداخل وينتقل العراق إلى مرحلة الوثوب إلى الخارج وبناء الدولة، لكن الأزمات الداخلية هي كثيرا ما تولد نفسها وتتوسع أكثر بفعل بعض الخلافات السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي. أنا أعتقد بأنه الفرصة صحيح تأخرنا كثيرا، صحيح أنه الأزمات السياسية وحالة عدم الاستقرار لا تزال هي السائدة في العلاقة بين الأطراف السياسية الفاعلة، لكن من الممكن جدا لصانع القرار، وأتحدث هنا عن شخص السيد رئيس الوزراء، أن يستثمر ما يمتلكه من إمكانيات حكومية ومن سلطات حكومية حتى لو كان على حساب علاقته مع القوى السياسية والأحزاب السياسية، ولكن هذه الفرصة هي فرصة كبيرة جدا، خصوصا بعد إقرار الموازنة الاتحادية وما يتحدث به عن وعود وعن طموحات ربما هي طموحات عالية المستوى، لكن على أرض الواقع من الممكن تطبيقها ومن الممكن استعادة ثقة المواطن العراقي بالعملية السياسية. كل ما موجود من مشاكل على مستوى الداخل لا يمكن أن يعالج عبر السياسة الخارجية الناجحة، ومهما وظفت الدولة من إمكانيات وعكست ذلك على الداخل في مشاريع تنمية ومشاريع استثمارية، كلها لا تعكس حالة استقرار حقيقي. ما لكن دول أخرى غنية لها باع طويل العراقي. في الاقتصاد وفي التجارة وفي النفط مثل قطر تتوجه إلى العراق، هذا مبشر خير، هذا يدل على أن العراق مقبل، هكذا يعني هناك رؤية تنطلق من هذا الباب يدل على أن العراق مقبل على شيء جيد، لذا تأتي هذه الدول لتتعامل مع العراق. ما رأيك بهذا المنطلق؟ يعني هذا فيما يتعلق باستثمار هذه المقومات المتوفرة لصانع القرار أستاذ عبد الرحمن، لكن أنا أتحدث إذا سمحت لي على مستوى الداخل العراقي. أنا أعتقد بأنه الفرصة موجودة لدى صانع القرار في امتلاك النقطة الجوهرية التي تعزز الاستقرار الداخلي، وهو استعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والتركيز على المشاركة الواسعة في الانتخابات، وهذه تأتي من خلال برامج خدمية وهي أعلنت بأنها حكومة خدمة وطنية. بالتالي ننتظر ترجمة ما أقر في الموازنة الاتحادية على مستوى الداخل، ويعني نتحدث عن بناء دولة ونتحدث عن عمق أزمة سياسية، من غير الممكن أن يكون الخط الزمني لها أشهر عدة، هذه تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى تثبيت الاستقرار. لكن عندما يكون هذا الأمر هو الهدف الاستراتيجي لحكومة السيد السوداني، نعتقد بأنه سيستطيع وسيتمكن من توظيف كل هذه المقومات التي تتاح له على مستوى الخارج لعكسها على مستوى الداخل، وآنذاك نعتقد
بعد مرور مدة من الزمن، وحتى من الممكن أن تقتصر الحكومة الوقت عبر تعزيز الاستقرار الداخلي. هذا الاستقرار الداخلي ينعكس بالضرورة على تأثير العراقي على مستوى الدول الإقليمية، وربما يسبق الخطط الاستراتيجية لكثير من الدول، وهي خطط واعدة. إمكانيات العراق كبيرة جدا، الطموحات عالية جدا، لكن كل هذه الإمكانيات والطموحات ربما يعيقها حالة عدم الاستقرار. إذن تركيز الاهتمام على حالة عدم الاستقرار الداخلي ومعالجتها من جذورها، وتوظيف الإمكانيات المتاحة على مستوى الخارج ونجاحات السياسة الخارجية، أنا أعتقد بأنه يسرع من إنجاز هذا الهدف الذي نطمح له جميعا كعراقيون، مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر. لكن بالنتيجة هو العراق بلدنا، ويعني من مصلحة كل فرد ومواطن عراقي أن ينهض العراق مرة أخرى ويستعيد دوره ويستفيد من كل هذه الإمكانيات، سواء كانت الداخلية أو الخارجية. إذن أنا أعتقد بأنه الدبلوماسية العراقية ناجحة حتى الآن في مسار يعني ربط المصالح العراقية، وننتظر من الأطراف السياسية أيضا أن تستوعب هذا الانفتاح وهذا التغير في مسارات السياسة الخارجية وتوظفه لخدمة الداخل وإحداث الاستقرار الحقيقي المنتظر للعملية السياسية بعد عقدين من الزمن. أستاذ عدنان السراج، قبل قليل اتطرقت إلى قضية طريق التنمية، كيف يمكن أن تساهم دولة مثل قطر في إتمام أو المساعدة بتهيئة طريق التنمية الذي لا يخفى على الجميع أن قطر يمكن أن تستفيد منه كما سوف تستفيد سوريا وتركيا وإيران أيضا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه قطر بهذا الخصوص برأيك؟ يعني بالتأكيد مصالح قطر ترتبط بالمصالح الارتكاز في مناطق العراق كمنطقة ترانزيت وصولا إلى أوروبا، وهذه قد تحتاجها قطر في يعني تقليل تكلفة تصدير الغاز والنفط إلى دول العالم. بالتالي يشكل العراق بميناء الفاو أو بطريق التنمية يشكل خطا مهما بالنسبة للقطريين مثل ما يقال بتطوير تصديراتهم إلى الخارج، وأيضا في نفس الوقت التأثير على الأسعار. لكن أنا أريد أعرج إلى قضية مهمة ذات أهمية قصوى في تعامل قطر ودول العالم مع العراق. تعرف العراق في الآونة الأخيرة خرج من يعني تلك القوقعة التي كان تفرضه عليه دول عديدة، وبالتالي أصبح العراق هو الذي يقود عمليات المصالحة في المنطقة. يعني تعرف له دور كبير بين إيران والسعودية، وله دور كبير الآن بين مصر وإيران، وبين أيضا الأردن وإيران، وأيضا بين قطر والسعودية، وأيضا لديه محاولات أخرى في دول عديدة كاليمن ولبنان. اليوم العراق في موازنته وضع حتى مساعدات إلى الصومال وإلى لبنان واليمن، وبالتالي العراق ليس ذاك العراق الذي تنظر إليه الدول بأنه دولة فاشلة أو دولة لا تستطيع أن تقدم شيئا. هذه الريادة في العمل العراقي يشجع دول كقطر أن تفتح علاقات طويلة وعميقة، خصوصا إذا هناك نوع من التقارب السياسي بين الدولتين، خصوصا قطر وخصوصا بشخص الأمير شيخ تميم. يعني يتمتع بخصوصية على مستوى كل القوى السياسية. بكل صراحة أنا أحتك بقوى عديدة سواء كان شيعية أو سنية أو حتى كردية، هو يتمتع ب يعني خصوصية يعني لا يوجد أكثر من تنازل على سبيل المثال الدوحة عن تنظيم بطولة خليجي 25، وشفنا طبعاً خليجي هذا عمل قد كان له أهمية عراقية. الانفتاح الخليجي والعربي على العراق بسبب تنازل الدوحة كان شيء جيد لم تفعله في الحقيقة بقية. لذلك أنا أسألك دكتور، هل لدى الداخل العراقي استعدادات لتوسيع أفق الشراكة لكي يكون هنالك فعلا تبادل منفعة؟ أصبحت العملية الاقتصادية عمل فرض واقع على الأمر العراقي. يعني تعرف اليوم من نتكلم عن استقرار سياسي نتكلم عن نمو اقتصادي، يعني هذا أمر أصبح تحصيل حاصل. كثرة المشاريع والمبادرات السريعة للعراق في هذا الاتجاه هي التي تشجع الدول على القدوم. يعني خلنا نتكلم عن استقرار سياسي، ماكو دولة الآن ما تشكو من مسائل تتعلق بأوضاع الأمنية. العراق خرج من الوضع اللي كان مهدد كدولة مهددة إلى دولة طبيعية حال أي دولة في العالم، كتركيا كإيران تحصل فيها حالات حتى في
داخل أمريكا. لكن عندما نتكلم عن نمو اقتصادي واستثماري لا تختلف الصورة هنا. هذا النمو الاقتصادي هو الذي سيوفر إمكانيات دعائم للسياسة في المنطقة ودعائم الاقتصاد، يعني تقارب وجهات النظر والبدء بمرحلة للإنتاج. أتصور نحن دخلنا هذه النقطة وبدأنا في هذه الزيارات التي تأتي بهذا الشكل مع اتفاقيات كبيرة. يعني خلي لا ننسى العراق عندما رجع من مصر 12 وزير ذهب مع السيد رئيس الوزراء إلى مصر، وبالتالي 10 مذكرات أو 13 أو 11 مذكرة تفاهم على مختلف الأصعدة. هذا يعني بأن هناك تفهم مصري وأيضا هناك نوع من القبول المصري. كذلك جميل مع الأردن، ما حصل مع الأردن وما حصل مع السعودية. فلذلك لا نبعد كثيرا على أن العراق هذا الدور الكبير الذي يقوم به. بالتأكيد قطر ستكون على رأس هذه الدول. أولا قطر تتمتع بقدرات جيدة، عندها إمكانيات جيدة، علاقات جيدة، والعراق أيضا واعد في مسار تعلق بدور اللوجستي ودور الاستراتيجي وموقع العام. هذا كله يساعد على نهوض العلاقة بين كل الدول وخصوصا قطر. إذن دكتور محمد العقيلي، السؤال الأخير معك وبدقيقة لو سمحت، كيف ترى مستقبل العلاقات العربية ابتداء من اليوم من قطر ووصولا إلى الاجتماعات البقية الأخرى التي عقدها العراق سواء مع مصر، الأردن، السعودية، إيران إلى آخره؟ كيف تقيم دور العلاقات الخارجية وإلى أين تمضي برأيك؟ يعني هو العلاقات العربية بصورة عامة بالمجمل هي مقسمة إلى أجزاء، والأجزاء هي علاقة العراق مع باقي البلدان المؤثرة والمحورية. من الممكن أن تكون هناك حالة يعني خلق منظومة عربية متكاملة رصينة، والعراق وقطر دولتان مهمتان باعتقادي يلعبان سوف يلعبان دورا مهما في تقريب وجهات النظر حيال التجاذبات والقضايا العربية المهمة، يعني القضية الليبية، القضية السورية، اللبنانية، اليمنية. هذه كلها قضايا من الممكن للعراق وقطر أن يلعبا دور، علما أن الجانب الإعلامي هو جدا مؤثر والذي امتلكته يعني دولة قطر في هذا الجانب. القضية الأخرى قضية يعني الحوكمة والأمن السبراني الذي هو من الممكن إحدى التهديدات للمنظومة العربية والبلدان. فقطر والعراق تمكنا من التعاون المشترك في هذا المجال في السايبر سيكيوريتي. وكذلك للمعلومة قطر هي من أكثر الدول متعاونة مع العراق في قضية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة. العراق قطر بتصنيفات الدول بالتعاون مع العراق، وهذه أرقام يعني حقيقية، بأنها دولة متقدمة بالتعامل والتعاون. فبالتالي من الممكن لهذا التعاون مع العراق أن يكون البعد العربي متماسك أكثر، يترصن أكثر، وخلق يعني منظومات مشتركة عربية من خلال علاقات الدول البينية. فالعراق امتلك علاقات بالفترة الأخيرة عززها وطيدة جدا مع قطر، مع المملكة العربية السعودية، مع مصر، مع الأردن، هذه الدول المحورية، وصولا إلى الدول الشمال الأفريقي هي المغرب وتونس والجزائر. بالتالي هذا التكامل في المنظومة العربية من الممكن أن يخلق من خلال هذه العلاقات، من خلال هذه الزيارات، من خلال النقاشات، من خلال المؤتمرات التي يعني كانت ولعلها تكون البداية سوريا من الاجتماع الأخير العربي الذي هو تتم لاجتماعات سابقة ما بين دولة قطر والعراق. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد العقيلي، رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات. جزيل الشكر أيضا إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جهاد دكتور مهند الجنابي، والشكر موصول أيضا إلى الأستاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. إلى اللقاء.